خير جميعا. هذه برجع لك ابو نايف، هذه بعض الرسائل وصلتنا الله يجزاهم بالجنه. اختنا ام محمد اللي من الطائف الله يجزاها بالجنه، دائما ترسل وتصدق في الوقف، تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله يكتب اجركم على هذه الفقره، والله انا من متابعينكم، والله والله اني استفيد منكم في كل شيء. انا تبرعت عني وعن الاخت ريم المالكي من زمان، تبرع عن ريم رزقها ربي ان شاء الله. اي والله ريم موفقه والحمد لله. وتقول وايضا عن كل من لا يقدر ان يتبرع، معكم ام محمد من الطائف، ادعو الله تعالى ان يجعلني كل ما اقوم فيه خالصا لوجه الله. ابشري بالخير، ابشري بالخير، ابشري بالخير. اي والله ابشري بالخير. هذا ايضا وايضا اعطت فائده جميله، تقول بادروا بالاعمال الصالحه، بادروا بالتبرع في هذا الوقف، والله من يتبرع يحس بطعم الراحة. أنا بادرت بإرسال عن طريق الواتساب عن وقف الأيتام، وربي يكتب أجري. آمين آمين, آمين. الله يكتب أجرك يبارك فيك يا أختي. هذا أختنا أم فهد من محافظة العلا، طبعا متابعة دقيقة ما شاء الله عليها يوميا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يسعد مساكم بكل خير، منورين، الله يسعدكم. حديثكم عن الرياضة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل توني تقول الله يسعدكم أبو راشد، سلم على أبو صالح وسلم على الجميع اللي عندكم، سلم عليكم جميعا. الله يسلمها من عذاب النار. أم فهد العنزي من محافظة العلا. هذه الأخت ريم أيضا تقول، أخت ريم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، الله يسعدكم على ما تقدمونه ويجعله في ميزان حسناتكم يا أبا راشد، أنت والآباء الكرام. هذه مشاركة بسيطة، تقول لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل، وعشها في شكر تجد كل ما فيها جميل، ستعيش مرة واحدة على هذه الأرض، إذا أخطأت اعتذر، وإذا فرحت عبر، لا تكن معقدا، ولا تكره، ولا تحقد، ولا تحسد، ابتسم، فرزقك مقسوم وقدرك محسوم. أي والله. وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم، لأنها بين يدي الحي القيوم. شوف الحكمة. وأخيرا أشكر لك يا أبو راشد على حسن التقديم، والله أنك جزاك الله خير، انت والاباء، تقول جزاكم الله خير، تذكرونا بالوقف، شكرا لكم، وايضا تبرعت للوقف، الله يجزاك الله خير. شكرا لاخت ريم على تبرعك السخي، الله يجزاك بالجنه. ان شاء الله تبرعت ورزقها الله. اي والله من يتبرع على نيته. اي والله ما شاء الله. وهذا ايضا اختنا وبنتنا اماني عبد الله، ايضا من المتبرعين ما شاء الله الممتازين صراحه معنا ما شاء الله. تقول تم التبرع لفقيد قلبي والدي عبد الله عطيه الزهراني، الله يرحمه، دعواتكم له بالرحمه، وتبرع لامي الغاليه، دعواتكم لها ان يخليها لنا. اماني عبد الله، دعواتك للاماني لوالدها في وفاته وامها بطوله العمر، وهي ايضا الله يجزاها خير على تبرعها، ونسأل الله يكتب أجرها ويغفر لأبوها ويحضر في ذريتها البركة، يجمعهم به في الجنة ويطل عمر أمها ويطل عمرها على طاعته. وأيضا كلمة على الوقف، تحث الناس على الصدقة والوقف في مكة المكرمة، لا شك، وللأيتام لا شك، الوقف هذا نعمة من الله عز وجل، الله في هذا الزمان أوجده لنا، كنا من أول نبحث عن الفقراء ونبحث عن الأيتام ونبحث عن المعوزين ونبحث عن المحتاجين ونبحث عن الحال، الحمد لله عز وجل، الحمد لله الله أوجد لنا، أوجد لنا هذا الأوقاف، سواء هذا أو غيره، وفي وين؟ في أطهر بقعة، الله أكبر، في مكة المكرمة، كم فيها من الأجور وكم فيها من الحسنات، وداخل حدود الحرم، الله أكبر، نعم داخل حدود الحرم كم، فلذلك والله أنا أهيب كل إنسان، كل مسلم، انه لا يتوقف على التبرع. يا سلام، ريال، ريالين، عشرة، مية، على حسب قدرته. انا حقيقه اعجب في ريما، نسال الله ان يوفقها وان يتقبل اعمالها، وكذلك المطايف يوميا. صحيح يوميا. يوميا، يعني كم تتبرع يوميا؟ واحيانا تجي تقول والله ما عندي، لكن اتبرع من نيه. يا سلام. فمثل هذه تحث الناس على هذا الخير. يعني هذا الوقف الان هذا هو لك مدى الحياه، حي وميت. اذا مات المرء انقطع عمله، ليش؟ من ثلاث، إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. يا سلام. وهذا من الصدقة الجارية. الله أكبر. وتخيل أن هذا اليتيم صرفت عليه الجمعية، وهذا اليتيم تخرج عالم وأصبح ينشر العلم، أنت الآن أخذت أجرين، شايف؟ في أجر
كفالة اليتيم والصدقة الجارية، وكذلك في أجر نشر العلم. لأن إذا مات المرء انقطع منه المنذرة، منها ولد صالح يدعو له، يا سلام، أو علم ينتفع به، وش أو صدقة جارية. يا سلام، صدقة الجارية هذه موجودة، العلم ينتفع به، هذا اليتيم قد الله عز وجل وفقه ويصير عالم، وبسبب تعليمهم ينشر هذا العلم، فتصير أنت تأخذ أجر نشر العلم. يا سلام، لذلك نسأل الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم. وهذه الجمعيات مصرحة ومصدقة من الدولة، لها عليها رقابة، والحقيقة هذا شيء يطمن. الله يوفقنا وإياكم. ولهم جهود الجمعيات الله خير اللي في رفحة، الله يجزاهم خير، جمعية وأيتام، وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لا أذكر صحة الحديث فيها، لكن كان النبي يقولون أول ما تفتح أبواب الجنة لأن محمد صلى الله عليه وسلم طبعا، اللهم صل، فإذا امرأة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا صالح تقول هذه، فاستعجب النبي صلى الله عليه وسلم لقربها، قال من أنت؟ يعني كيف وصلت إلى المكانة؟ قالت أنا كافلة الأيتام. يعني هذا بإذن الله يدخل في كل من يعمل في الجمعية محتسبا الأجر عند الله، وأيضا المتبرعين، وأيضا نحن أولى المتحدثين لحث الآخرين على التبرع للجمعية، وهي فرصة صراحة كبيرة. احنا نشوف الأحداث اللي حولنا، ذا مريض، ذا في العناية مركزة، ذا فقد الوعي، ذا توفى، ذا توه يصحى من البنج، فإحنا ما ندري كم باقي من أعمارنا يا أبو نايف، فهي فرصة للإنسان يضع لآخرته. والله أني أعرف واحد، يعني مغنيها الله يا أبو صالح، الله أعرفه شخصيا، إيه؟ أقول له أنتم جمع فلوس ملايين، الشك والله، لا عيالك انبسطوا فيها الحين ومقتر عليهم، إيه؟ وأنت ما انبسط، تبي تروح تخليها وتحاسب الريال بالريال، والله العظيم تبي تروح تخليها، وبتروح تخليها، إيه بالله. فأنا أقول دائما هذا حفظ المال للورثة، أي والله. أنا أقول يعني بعض الناس شايل هم عياله مستقبلا ولا شاب مستقبلا، تعرف ايش قلت له؟ قلت له تدري أنا والله أبوي توفى وعليه دين، أنا سدد ديون له، والحمد لله كل إخواني أغناهم الله، الحمد لله، بدون إرث، ما ورث، والله ما ورثنا شيء، صفر، الحمد لله، بل تحت الصفر يا أبو رايح، زين، وأغنانا الله، أغناكم الله، وأعرف ناس ما اغتنوا إلا بعد وفاة والده، صحيح، أيام والده كان ما عنده شيء، وفي ناس ورثوا ملايين والحين صفر، أيوة صفر. أنا أعرف ناس إخوان اثنين أولاد وأربع بنات ورثوا ملايين ثم قعدوا على الصفر، خاصة الأولاد لعبوا فيها وضاع، واللي يجيب الساهل الغالب يروح بالساهل، الرزق على الله سبحانه وتعالى، والله العظيم. يعني الواحد لا يظن أنه عيالي وما عيالي، حط شيء للآخرة لك أنت نفسك، مو كل الفلوس بحطها لعيالي، بالعكس حطه لنفسك، يمكن عيالك ما يحطوا لك شيء بكرة، صح، هذه مشكلة، ما يحطوا لك شيء بكرة، ففرصتك أنت، شوف نفسك يا أخي، خذ دور عليك أنت الحين، شوف القرآن كل كثير تكلم عن النفس، الله أكبر، نعم، الله سبحانه وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أول شيء أهلك ولا نفسك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله، أبدأ بنفسك يا أخي، نفسك، أبدأ بنفسك ثم من تعول، أول شيء نفسك، حطك شيء ينفعك في الآخرة، في الأوقاف، أوقاف الأيتام اللي ما شاء الله لا إله إلا الله، مسجد، الله، مسجد، أي شيء عمل خيري، عمل خيري، حط نفسك أول شيء قبل ما تفكر في عيالك محمد وعبد الله وعبد العزيز وخالد وإبراهيم وش بيكونون بعدي، لا تخاف، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، سبحان الله. سويت أنا مقطع كان شفت الطيور اللي علي، كان في إحدى المحميات في المذنب، شوفها دائما، والله شفتها أذكرها، طيور حولي حقت الفوزان الله يجزاهم خير، ويأكلون وكذا، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تغدو بطانا وتروح، هو الوحيد اللي ما عنده مستودع، ما عنده مستودع، إيه؟ كل الحيوانات لها جحارة ولها مستودع، صحيح، شايف إلا الطير ومرزوقه، وكل مهاجر، مهاجر من ديرها لديرة، ورازقها الله عز وجل، شفت يهاجر من، شوف يضرب مسافات ما هي بسيطة، من سيبيريا إلى أقصى الجنوب، ويرجع لهجرتين، والله عز وجل رازق له رزقه، الله أكبر، أنا الله أكبر. ذكرنا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر أحد العلماء وصح الشيخ باز رحمة الله عليه، يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس هو أصحابه، ومرهم رجل يحمل على ظهره 3 أصواع من البر راح يزرعها، فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فتبسم، وكان الصحابة دقيق الملاحظة في
حركات الله عليه وسلم وشافوه متبسم استغربوا. اللهم صل. فالرجل ذهب حتى مزرعته حتى يزرع الأصوع، ما طول وجاء راجع. اي نعم. ما معه الأصوع، ما هم معه شيء. فنظر في الرسول صلى الله عليه وسلم فتبسم. تبسم مرة ثانية. مرة ثانية. الله أكبر. فذهب الرجل فقال يا رسول الله رأيناك عندما جاء هذا الرجل تبسمت، وعندما رجع تبسمت. فلاحظ التبسم يعني، قال كان هذا الرجل ذهب إلى مزرعته ولم يبقى يعني من عمره شيء، أجله منتهي على باب المزرعة. فقابلته أخته ومعها ثلاثة أبناء أيتام. شايف؟ فقالت يا أختي والله يا أخي والله أن لنا ثلاثة ليال ما طعمنا شيء. فأعطاهم ثلاثة أصوع فرجع ما زرع. لا إله إلا الله. فأمد الله في عمره 30 سنة. لا إله إلا الله. يا ولد يا ولد. فالشيخ باز رحمة الله عليه صحح هذا الحديث. اللهم. فلذلك يعني الصدقة فيها أجر بسيط، خاصة على الأقارب. الأقارب أنا أراد أن يبارك له في رزقه ويمد له في عمره في عمره أو في أثره، فإيش فليصل رحمه. يا سلام. إيه نعم. ذلك لا ننسى يعني، أنا مثل أقول دائما أقول مثل الشجرة اللي ثمرها طيح عند حوش الجيران. يا سلام. إيه نعم. لا ننسى كذلك من أقاربنا الفقراء ومن أقارب المحتاجين. شايف هذه فيها أجرين، فيها أجر القرابة وفيها أجر الصدقة. الله يوفقنا وإياكم. أذكر حتى جزاك الله خير يا أبا نايف، بارك الله فيك، دائما ما شاء الله عليك استدلالاتك جميلة. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله عليك، رحلات وبداوة وعلم، ما شاء الله جامع كل الزين. ما شاء الله. والله ما شاء الله أبا نايف، ما شاء الله عليه ونايف. والله تحفة. ما شاء الله عليك. ودك يا أخوي نحنطة ما يروح ذا. لا ما شاء الله ما يروح. ومد عمرك على طاعتك. ما تشجع والله انك ما شاء الله تبارك الله، انا استمتع بحديثك دائما ونستفيد منك واستفدنا منك اشياء كثيره يا ابا نايف. دخل يا ابو صالح رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه، اللهم صل عليه، قال يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، وقعت على اهلي في نهار رمضان. مصيبه ولا مين مصيبه؟ مصيبه. الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. فجلس هذا الصحابي، قال له اعتق رقبة. والله ما عندي شيء، فقير وحالتي حالة. قال طيب صم شهرين. كان الحين ضعيف، أنا الحين ما يا الله في رمضان ومخربها وش بعد غيرها، يا الله ما أقدر. الله موجود. إيه. قال أطعم. قال ما عندي كسوة شيء، ما عنده الرجل، ما عنده شيء، عاتق رقبة ما عنده شيء. إي والله رضي الله عنه وارضاه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الا في اذا جاء واحد صحابي معه زنبيل من التمر يا ابا صالح. الله اكبر. فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ضعه في الصدقات. قام التفت للرجل هذا اللي اتى اهله. الله اكبر. قال له خذ هذا واطعم، يعني رح تصدق به. فهذا لما راى رحمه محمد صلى الله عليه وسلم والأخلاق والأدب والتعامل تبسم هدر، قال يا رسول الله اللهم صل وسلم، هم اشتروا الخير بعد، والله ما بين لابتيها المدينة اي أفقر مني. والله وش أسوي بك يا أخي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وأطعم أهلك. يلا. يقول أهل العلم جاء مخطئ ورجع بهدية. تخيل تخطئ ترجع بهدية. ولكن عند من؟ عند أرحم، عند النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذه خواص المؤمنين رؤوف الرحيم. أضبط العشاء. إيه. يزيد المعن شاب وأبوه معن ذهب بصدقة أهل الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل الله عليه وسلم يجعلها للفقراء. فجاء يزيد وهم فقراء، فهم جاء فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة ورجع به البيت. يوم رجع ولا يشوف أبوه، كوالله ما إياك أردت يزيد. راح الرسول عليه السلام فقال الرسول عليه السلام لك ما أردت يا يزيد، ولك لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معه. يا سلام. هنا نعم. فكانوا تصدقون وهم محتاجين، لذلك أفضل استدق أنت تصدق وأنت شحيح. صحيح صحيح. تأمل الغنى وتخشى الفقر. سلام. هذا أفضل الصدقة. إيه والله. وهذا حال يعني الجدان أو اللي قبل،
كانوا ينظرون للضعيف وهم محتاجين. سلام عليك يا سلام عليك. وهذا من وال عندك الصحابي اللي شكر للرسول صلى الله عليه وسلم يوم جاء الضيف. طيب ابو نايف جايين يا اخي ريحه الغداء واصله هنا وانت تسولف. ما يصلح انتبهت له. نقوم تفضل انا بغسل بس. ما شاء الله يا مرحبا.